نحكي عن infant nutrition. رح نحكي عن الانفانت نيوتريشن، امور متعلقه ببعضها. يعني اول زي ما حكينا تقريبا ماده تلميذ كليات، عم نحكي ان جنرال اباوت اشياء بتتعلق بالبيدياتريك كونديشنز، مش شرط نحكي سيفير النسز. يعني ممكن الشيء الوحيد اللي حكيناه تناو حاجه لمانجمنت وهي سبورتيف مينلي، اللي كانت دايره جاستروانتيرايتس. اذر كونديشن كومن يعني عم بتصير مع كل الاطفال، خلينا نقول مش سيفير زي الاشياء اللي رح نحكي عنهم ليتر، سواء الثلاسيميا او عنا cystic fibrosis and others. Okay. Nutrition. In infant nutrition, شوف شو الأكل اللي عم بياخذوه عندنا الأطفال. Infant feeding can be divided into three stages. في عندنا nursing period. في هاي المرحلة only liquid can be provided. فقط الملك. Either breast milk أو عندنا ال infant رح يكون formula. في المرحلة second process transitional period عندنا solid food can be introduced. لكن الملك هو the main source of calorie، يعني ما بصير يستغنى عنه. Okay. في المرحلة هاي عادة بتبلش بعد شو؟ عمر 5 أشهر بنبلش نحكي بدنا نعطيه سيريلاك، صح؟ Okay. فهون السوليد فود كان بيدروديوس أو نعطيه مثلا فواكه مهروسة، okay. لكن الليكويد أو الميلك ستيل the main source of calorie and should not إنه نحكي نفكر إنه نستغني عنه. ده الفيز رقم 3 هي modified adult period in which إنه السوليد كان بي given that should can consume the same food اصلا اللي بياخذهم الادلت. هاي هي عندنا المرحله الثالثه، خلينا نحكي للاطفال. At birth the human GI tract is adapted for the consumption of human milk based diet. Intestinal lactase عفوا exhibit its maximal activity during infancy والبنكرياتيك amylase secretion is low. بيكون عندنا تذكروا حكينا اصلا هو بيكون low صح، والبايل سولت بيكون ديكريز وهذا بيقلل عندنا الفات ابسوربشن، لكن ستيل انف يعني كافي عفوا انه تو دايجست اي فات موجود في الملك. اوكي حتى لو بيكون عندنا البرودكشن تاعها لو. هلا هيومن ميلك فيدينج بس اون ذيس كيس ام از ا وان داي اولد فول تيرم انفانت مدر ويل بريست فيد هير انفانت، وات ار ذا نيوتريشنال امبليكيشن ذيس ديسيجن. بدي احكي لها شو البينيفيتس وليش انا بنصحها في البريست فيدينج. اوكي هلا first we have to know انه مرحله breast feeding الرضاعه بتمر في البدايه كمان مش الفود كيف بتعطي للطفل ميلك وسوليد فود، لا في عندنا للهيومن ميلك برودكشن في 3 فيزز. The first 5 days من اللاكتيشن الميلك اللي بصير له برودكشن من الام شو اسمه؟ كولسترام. شو بنحكي له بالعربي؟ مين بيعرف شو اسمه؟ بكون بسكس يلو، هاي الكولسترام بالماتشور ميلك. خلال اول 5 أيام بكون كولسترام بنسميه القلبة صح؟ دائما بنضل نحكي للمدر انه دائما بنشجعها مهم جدا the first 5 days لانه هذا اليلو ليكويد نون كولسترام از برودوس بيكون ريتش ان بروتين مينرالز اند اميونوجلوبين. فدائما بننصح first day is very important ان تبلش breast feeding مع البيبي. Next 5 days صرنا transitional milk. بعد هيك last phase سموه بظهر عندنا الماتشور. يعني بعد 10 أيام بصير عندنا الماتشور عندنا ميلك للطفل. هلا بشكل عام إذا بدنا نحكي عن عملية البريست اوكي المره الجايه نحكي عن الفتره عمليه البريست فيدنج قديش ننصح المدر انه تكون يعني مش فتره طويله ولا فتره قصيره. وهذا عمليه البريست فيدنج كل مره عم تعمل استيميليت برودكشن اكثر للميلك. اوكي خلينا نكمل هون عن الماتشور هيومن ميلك جنرالي عفوا بروفايد 70 كيلو كالوري بير 100 ميل. هلا كل هاي الكالوريز بدها تكون موزعه عندنا 50% مور ذان حتى 50% من الكالوري بتكون از فات. عندنا 50% بتكون از فات وهو زي ما هلا حكيت قبل شوي الفات الملك بيكون خلي دايجستبل ان ابسوربابل بالهيومن ميلك بالرغم انه البرودكشن للانزيم بيكونوا اللي بياثروا اللي بيعملوا دايجستنج للفات برودكشن لحم له. 40% من الكالوري بتكون از كاربوهيدرات وبرايمري ان ذا فورم اوف لاكتوز. طبعا بيهمني اعرف هاي الاشياء كلها مشان لما بلشوا يصنعوا الحليب الصناعي حاولوا
كثير يقربوا هاي النسب للحليب الطبيعي. رح نشوف وهمني كمان ايش كان فيها، مثلا هون في لاكتوز، رح نشوف قدروا يحطوا اللاكتوز بهاي النسبه، وحتى البروتين هل وصل للنسبه تاعت الحليب الطبيعي. احنا بروتين 10% رغم انه فيري امبورتنت كومبوننت رح نحكي عنه في مكونات الحليب الصناعي، ونشوف هل قدروا وصلوا للحليب الطبيعي ولا لا. فاذا مور ذان 50% من الكالوري الموجوده في الهيومن ميلك او تسفيل الميلك هي provided as fat, 40% as carbohydrate in the form of lactose, okay, and 10% provided as a protein. طيب خلينا نحكي عن البروتين شوي، شو نوع البروتين الموجود في الهيومن ميلك مش قادرين نوصلوا له لهلا بالحليب الصناعي؟ هو الواي الكالسيوم. نسبة الواي للكالسيوم 60 ل 40. طبعا الواي نسبته اعلى، okay، لانه highly digestible. اسهل digestion تاعه من الكالسيوم. ورح نحكي هلا يعني لاخر عن التفاصيل، نعمل فروقات بين الحليب والطبيعي. بالنسبه للايرون كونتنت، الايرون كونتنت في هيومن ميلك از انادكويت للترب انفنت، بس بالرغم من هيك سبلمنتيشن از انيسيسري ان ذا بريست فيد انفنت. اذا الام قررت بس تكون ترضع الطفل بريست، ما في داعي اعطيه ايرون. لكن ملاحظين كل الحليب الصناعي الاستاذه انا مش مبينه يكون في ايرون، صح؟ فورتيفايد وذ ايرون اغلبه. About the vitamin D. Regarding the vitamin D, vitamin D content in human milk is inadequate, and we have to give child. كل أطفال اللي بيعتمدوا على الرضاعة الطبيعية لازم نعطيهم vitamin D. They need 400 international units of vitamin D. إذا كان exclusively breastfeed. أصلاً موجود هو في اسمه one drop أو high D. Okay, تكون هو drop. والدروب واحدة هي بيكون فيها 400 international units، فبنعطي الطفل كل يوم 1 دروب. هي إذا كانت الأم تعتمد على شو؟ على الحليب الطبيعي، رضاعة طبيعية exclusive breastfeed. شوف other benefits للهيومن ميلك. Provides the infant with the protection against wide range of infectious disease. مثل إيش؟ حدا بيعرف أو قرأ شاف مثلاً provide protection against wide range من حكينا infectious disease such as otitis media. بتتذكروها؟ تذكروا الريسك فاكتور كان انه lack of breastfeeding احد اسباب انه يكون high risk للاوتيتس ميديا. اذا بتتذكروا الجدول اخذناه بالانفكشن، فهو كان اذا بحمينا اوتيتس ميديا، دياريا والنيومونيا والبرونكولايتس. اوكي، ذا سكند بينفيت تو بروفايد بروتكشن اجينست نون انفكشس ديس اوردر، مثل عندنا الالرجي انفلاماتوري باور ديزيز الدي ام اند سادن انفانت ديث سيندروم. Sudden infant والموت المفاجئ للأطفال. Contain immunologically active cellular component and antibodies، وبالتالي such as the IgA, T and B, lymphocyte, macrophage and neutrophils. Also lipase والأميلاز الموجودين facilitate digestion of fat and carbohydrate في ال still in development GI tract تاع الطفل نفسه. البروتين الموجود act as a carrier for trace and minerals to facilitate the absorption. في عندنا كمان الأوليغوسكرايدز and glycopeptide promote colonization of GI bacteria ببكتيريا نافعة، وبالتالي decrease the colonization للبكتيريا الضارة such as the bacteroid and gram negative rods. فهاي عندنا other benefits للبريست فيد. دكتورة بس نلخص بشكل سريع، الكالوريز كيف تكون 50% more than 50% fat, 40% carbohydrate in the form of lactose, 10 protein. ايش هم البروتين الموجودين؟ واي and كازين. قديش نسبة الواي لكازين؟ 60 ل 40. What's about the iron content? Is it sufficient? No, but do we need to give supplementation? No. للبريست فيدنج احنا يعني الاطفال بيعتمدوا فقط على البريست فيدنج. What's about the vitamin D? Well, insufficient and we have to provide for it should exclusively يعني بيعتمدوا على البريست فيدنج ب 400 international units. Other benefit, protection against infectious and non-infectious في immunological active عفوا immunologically active cellular component and زي ما حكينا البروتين act as a carriers amino glycopeptide بتشجع colonization with a good bacteria and decrease colonization with bacteroid and other هنحكي bad bacteria. هاي in general benefits. المحاضرة القادمة رح نحكي عن الـ according to the American Academy of Pediatrics the benefits of breastfeeding للمام. احنا شو اللي حكينا اليوم؟
للطفل. راح نشوف احنا شو في عنا البنفيتس للبريست فيدنج عنا للمذرز. اوكي الاونلاين يعطيكم العافيه. احنا هون راح يكون عنا اكتيفيتي بسيطه.